اسمي سالم بن غانم بن شايع المنصوري الشعري من يره، اللي هو من يره، بلادنا يره، البلاد من ابو ظبي والياس والعين اماراتي ما فيها. الحمد لله رب العالمين، مثل ما نقول لكم يعني نحن في وقتنا اللي نحن ربينا فيه، ونحن ما لحقنا على الوقت الصعب اللي كانوا فيه على ما قال، نحن لحقنا على الوقت الدوني اللي قد يعني الحمد لله رب العالمين صار فيه شيء من الرخاء. أما الوقت الأولي اللي لحجوا عليه أهلنا بوتنا وعمامنا وجودنا الأوليين، هذاك صعب شوي فيه يعني، فيها الحمد لله يعني، لكن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ما قد هزموا يعني، لأنهم مرتبطين رباعة يعني مثل البنيان المرصوص، لأنه شركة في 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 المساكن في اليوا وفي القفا رباعة، حتى هذه خيمتك وهاي خيمتي وهاي انخلتك وهاي انخلتي، والبر مثل إيران دوم رباعة. نحن أنا ولادتي في الحمرة مثل ما قلت لكم، والحمرة يعني قسم من الظفرة، يفصل بين الحمرة والظفرة الساحل، هاي يسمونه الساحل اللي كان الأول بلد من العورة، من بحيران للبوفلاسة، من بحيران إلين البديعة، هذا كله الأول بلاد واحدة، يقول الله يحله ويبيعها حياة عمي نصيب بالمر، يقول بلاد واحدة من ناق محاضر مرة تروح عند هذولا تضوي عليها هذولا، تروح عند هذولا سرح عند هذولا وتعطى عليها هذولا يعني، والحمد لله رب العالمين. وهي أغلب سكانها البومهير، هذه أغلب سكانها البومهير، مثل يوم واحدة يقصد فيها واحد يقول لي عليها عقبة رزنة في داس مسكنا ما تيه الناس ومن طريع عنها طروها بخير، عيوزنا ما أعرف عيوز ولا عودة، ويت وردت الشان هي في واحد هناك بعد شاعر، قالت رد الشان فيك قصد فيه بنا لا، قال رد عليه قال باتي سيمر من العالي سيمر شرجي البديعة، باتي سيمر من العالي وبات دوسك دوس لان عالي وبات قيض في ظلال وخير. هي شرطة هذاك سلمت شاه وريال، كل يوم الريال قيمة له، قال هي صبحتك بشاتة ورياله يوم دقت حصات اليال، كان يعني الأول العرب يسوون قصيد الألغاز ويتماثلون والحمد لله رب العالمين. الوقت هذاك لو شظيف شوي فيه راحة، شظيف فيه راحة، اللي سرحت قنصت بيت ودام بيتك يعني أرنب ولا ضب ولا ما شيء يعني ولا غبي ولا يعني حي الله تيب لازم تيب ودام بيتك، والحمد لله رب العالمين الأمور متيسرة كلها، كل الأمور اللي يعني مرت علينا متيسرة لا في الوقت هذاك. أما نحن يا البدو يعني اللي نحن يعني وقتنا اللي نحن لحجنا عليه نبدو يوم نعود يعني نقلص الرشاب ونطرش على ما قالوا اثنين ثلاثة رباعة، كل واحد عنده ثلاث مطايا أربع مطايا، ونخطف على المغلاي ونرفع الحطب ونسير ونبيع هناك ونتمير ونظهر. يوم نتمير أخذنا ميرة يعني اللي يبه الحطب هذاك يبه 30 ربية ولا 25 ربية يميرك مرة ميرة تكمل لك ثلاثة أشهر ما تصير البلاد، ونجي ونشتي عند هلنا يعني اللي عند الشيوخ يسير صوب الشيوخ في لازم الشيوخ، والشيوخ ذاك اليوم الحمد لله أموره طيبة، اللي يقصون هذور شاب ما شيء سيارات يقصون هذور شاب اللي يصير عنده يقنص يوم يخلص المقناص رخصوه وصار، وعلى ما قال اللي يعطونه إياه ما يقول يعني إذا اللي ما قال معاش ما معاش يعني، هذا اللي يعطونه إياه معازيب يأخذه وفي آخر يقولنا والله أنا عند الشيوخ
لما قال اللي عنده نخيل ما نقول يتبي خلفن على ربعته، لا ينفع ربعته يعطيه بنخلتين وبنخله وأكثر واللي يضم على ما قال يضم تمر زيادة يتساهل هو ربعته ويبايعه، ما عندك شيء قال لك شله ما عليه، يوم تايد هذا اللي عنده الله يعزك شيء غنيمات ولا شيء ولا وباع ياب الفلوس وعطاه إياها عقب ما يبيع، والحمد لله رب العالمين. حد عنده نخل زيادة مثل الحين يعني بثمانمية وألف وكذي، لا لا يعني متوجمات، يعني عنده غيط يسمونه غيط عنده مضرب كذي حول، يعني اللي عنده وايد عنده خمسين نخلة، بس الخمسين ذاك اليوم خمسين عن أميات والنخل يزرعونهن يحفرون الماء لين يظهر، يعني قامتين ثلاث قامة أكثر يحفرون الماء لين يظهر، ويوم يظهر دفنوه يابوا الفسيلة وفسلوها فيه. والله أنا فسلت أنا روحي بيدي هني، ما عندنا نخل الأول يوم نحن ما عندنا نخل، عندنا غني غمر خيط عندنا هني أظني فيه ثمان نخلة مرة محاسوبات، لكن هي سدنا نحضر وناكل منهن لين في الصري، يوم الصفري عندنا الله يرحمه حياة حمد بن يريو عنده نخيل ويعطينا بنخلة ونخلتين، وإن بغينا بعد مشترى وعنده زايد شيء اشترينا، ويرانا بعد هذولا يعني اللي هو أهل الثروانية عنده نخيل ونشتري عنده، والمحاضر الغربية فيها نخيل زيادة توامل، والحمد لله رب العالمين. نحن من النشاشاي للبشعار، من النشاشاي للبشعار للخيس، هذه كلها بلاد البشعار، النشاش وهاي اليبانة وهذه داهن، بس هذا داهن للبومنذر المدامة ويره وذيل وموصل الشدود، موصل الشدود وموصل البرحمة يسمونه، موصل الشدود للبشعار وموصل البرحمة هذا المطروح الذي، والخيس للبشعار كله، الخيس للبشعار ما حد له شريك فيه. والبلادين اللي غير يعني الثروانية مشروكة فيها علب الخيل وفيها مناصير يعني مشكلين، وفي صبخة للهوامل، صريط للمناصير، للبومنذر للمانع الله يرحمه الله يرحمه الحي منه الحي والميت، حويتين مثل لما قال مشروكة، شاه للهوامل والبوفلاح، وعندهم المزاريع وعندهم المناصير، عنده كم من بيت من القصيلات، واللي هو عتاب للمرار، وعنده مناصير كم من بيت، وعنده مزاريع من مايد واللي عنده، ومن هناك كل محضر مشروك، وكل محضر منصوري وياسي محاربي هاملي قبيسي مزروعي كله مشترك ارباعه، ما بينه هو ما شيء، هاي نخالتك وهاي نخالتي، ولا بينهم نزاعه ولا بينه شيء، كل نيي ونخالتك لو بتاخذ لها مرتي لاد وغد وعذجها مثل ما حد ديها، حتى اللي تعقدت حتى ما حد ديها، خذت لها عقب ما تيلت شهر ولا اكثر، ولين تي روحك انت وتيدها وتصير ما حد مره خالتك تعرفها، تهاين خالت فلان ما تيها، لو ما عطينها عطيه على ما قالوا الاول يعني عنده عادات، يوم يبول الفرخ على ثياب الواحد قال ايش بنحله؟ اعطيك نخله. اعطاه نخله، الخير الحمد لله وايد وكل شيء زين
عند الحكومة، يعني أموره كلها طيبة. والله والذي العرس الأول بسيط وخفيف وشي يعني اللي ما قال موجز. أما هالحين العراس هم يعني خسر ولا عارف شو. العرس الأول بسيط، يا الرجال وخاطب عند الرجال واللي قربه قال والله الحين الحين قام ما سوى خطوبة وسوى وسوى. الخطوبة الحين عرس، والملكه عرس، والعرس عرس، ثلاث عراس هذيلا. نحن الحمد لله الشيوخ ما قصروا، الشيوخ يعني يعني زايد طرشنا منك، أنا واحد منهم طرشنا منك بالوثبة لين بدع زايد ويتمعنا عندنا حياة الكندي عندنا حوار 50 أن نخفف العراس والآن تعدى 150 مر كلش. ونحن سوينا المهر 50، المهر سويناه 50، والمياه تسدد الباقي كله. العجائر 7 جعدان العجائر، والباقي يعني يتسدد بالمياه كلش. يومين هنا قال لي زايد سويته، قلت والله هذا اللي سويناه وسوى كذي. سمعنا انك تحب ان المهر اكثر، سوينا المهر كذا كذي سوينا هذا كذي. قال هذا اللي نبغاه والناس راضين. والله يا طويل العمر عندنا راضين، اما لما قال ما ادري، اما عندنا راضين. قال خذوا عليهم لاحظه، كان هو براضين بنسوي عليه عقوبة. أما العرس الأول مثل ما قلت لي أنت الحين، العرس الأول اللي راح أجيب له يونيتين عيش وعدل طحين، ويجيب له قلة تمر، ويجيب له خليجات يعني شسوة الحرمة ما يزيد عن 3 شناديل 4 شناديل 3 شناديل خليجات، ويعرس الله سبحانه وتعالى يحط البركة. يوم خلاف أقوم حكم زايد، يعني أقوم حكم زايد بسنتين أو 3 سنين أو كذي، وعلجنا خير، قدت عندنا سيارات وكدينا وعلجنا خير، وينا بنعرس بعد منا هم الحكومة ولهم من منا. بغينا نحن نغدو على ما قال دفعنا يعني بدل الناقة الأول سوق ناقة، ما قالوا سوق ناقة صباحة سميها صباحة، والمهر ناقة نوع مال يسمونه مال ناقة. سقنا 10,000 أنا روحي سقت 10,000. قال لهم لا ساق 10,000 وين بعد ما حد ساق اللي سقت أنا 10,000، ويتب لي على ما قال شحنة سيارة عيش وطحين اللي يتبع هذا ما ادري، ويتبع ذهب ويتبع واحد من 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 رباعتي حلف يا العجائر انهن علي، ويجيب لك عودي ويعقرهم كلهم. هذا من ذاك اليوم بدينا بدت هاي وزادت وزادت وطاشه، والعرب طاشه وطاشه احلام ما الرد الصعبه. أنا معرس سنة 63، الأمور تيسرت سبحانه عند الله. أنا ذاك اليوم يعني شباب وأول وقتنا يعني المحصول اللي نحصله شوي، ونكدلنا على بيت وعلى أسرة بعد يعني عندي حياة أخوي الله يرحمه، صادفت إنه أمور وايدة يعني وريال مهوب أنه قوي صاحي كده ضربه ليدري يعني الحندرية لما قالوا والله فكله وضربت الحمى حمى السليف والله فكله وثاني لدغته فعام والله فكله أموره يعني. وعندي اختلية وأكد عليه وألقط يعني الحمد لله رب العالمين. أمر العرس الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسره، ولا عندي حد
ما عندي حد يساعدني لا بوايد ولا بشوي. يا بني الله يرحم حياة صالح بن فاضل لين هذه الحرمة يناول أنه في بقعة ما فيها ما تدلونا عاد انتوا الملينا من يسمونه بالعباس شمالي القوع في رأس رمل ما حول الشيء أحول حطب ولا شيء ويبني وينزل قشاري وزر يا ابن الحلال. قال لا عندي موعد رام بايتين عند الدروع والصبح يوم فينا بنسرح ايتنا حرمة تحوش لها طليان واشتريت عندها حوالي 12 طليان هيلاك يعني ذبايح. أثور عليه واحد من يوسف عندي المطوع الله يرحمه حياة سلطان بن سبيع أثور عليه واحد من يوسف ويذبحه وسوي الغداء ونتغدى وانسدحت لي شوي كذي ولا يعني مسدح بصير أدور اللي بقعت فيها حطب أجيب لي حطب لا عندي سيارة ولا عندي شيء ولا هناك بعير الأنسابي يعني هناك ويود في ظهره وأروح أصير والله ظني ما أدري بعد موصل ولا ولن القى لي يون مره متروس حطب واسوي لي ينيبتين وارفع البعير واضوي. يوم عداني الصبح العجيره وين ما ادري وين شرطت حياه اختي بحياتها اختي شرطت على العجيره اللي بيوصلها وياها واحد عاملي ويسيبها ويجيبها واسرح انا اخذ لي زمول اثنين واحد بعيرة أنسابي وواحد بعيرة بعير حياة سيف بحياته سيف الراشد وأسرح وأرفع ركاب حطب وأضوي. يوم ضويت الفاطر مربوطة ما شيء الأول ذاك اليوم يوم تذبح لك فاطر ونعقر الفاطر الله أعطاني بن سليم حياة محمد بن سليم ويعقرها مرة ويقطعها ما كملت عنده حوالي ساعة والطبخ اللي طبخناه وسوينا الغداء وتغدينا وسوينا العشاء وضووا علينا العربان منه ومنه وضووا علينا شيوخ العوامر بالركاض وحياة بالحطم الله يرحمه واذبح له تيسين من التويسات هلاك غير اللحم الفاطر واسوي له عشاء روحه يعني عن عشاء العربان هذه اللي راوي نسوي له عشاء ويحط العشاء ويتعشون ويوم عدانا الصبح نسرح يعني حياة مطر اللي حلوه يبيعها بن عصيان وقال أطالب إنك أنك تركب البعير بعير عنده يسمى فريح واركب البعير ونسرح المركاض ونركض سبقت هلاك اللي هو جايه هذا الحمد لله رب العالمين تيسرت الامور يعني على ما قال كذي وكذي عسر ويسر وخير وها والحمد لله ونيع شرق نيعنا طايح الحياه طايح ونبى حول يبل ذاك اليوم ما شيء شبوت ولا شيء ولا شيء ولا شيء ونيع الدار اليوم عندنا قلب اليبل عندنا ناكثر من حنا سيف الراشد عبد الله بن عمير ولدت ويت بلها والله ما ادري بالحواليه تبغى شو طبعا انا في اللي نحن ما نعرف الذيب الذيابه ما نعرف اثار الذيب بيت الناقه وياكل الحوار وتمت تسوي يعني تيرير وتخبط الحوار حطت الحوار بين يديها ما خلت يجربها الذيب يوم عداني غبشه لان الناقه مسويت لها حشره فتشيت البيت كذي اطالع الشو هذي ولان الناقه تيرير علينا وضبابه علينا ولان بالريال هذا واجف قدامها واجف كذي وتالينا نزل لي صك التراب الطاول اتفق عندي اتفق الطاول اتفق وقال له طلع واثور عليه وتاضر به اتفق هني فلا تقطع يده واحده وتاضر به هني في الزور مني ولأنه قال واي عرفناه عاد قال كلب ولا ذيب الصبح تبعناه ليل اليبل يوم يصير بعد الشيره هذه ربط ولحس هاي تضرب اللي فيه بسرعه
والله سبحانه وتعالى فكلنا منه والحمد لله. تالي نيعنا نحن الأول الحمرة هذه بلاد العربان ينيعون منها وردون فيها. تالي الحمد لله الله رضي فيها وراح شيارها الحاد والشيار اللي فيها راح. الحين الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة والخير وايد والأرض تعدلت والله إن شاء الله بيعدلها بالحياة والخير. نحن الأول ما نلقى حريم عيالي، ما في حريم، ما تلقى وين ما تلقى حريم، يعني يوم تلقى لك حرمة مثل ما قلت الحين مطلقة ولا ميت ريلها لو حرمة يعني في سنك ولا أكبر عنك شوي تأخذها، يعني لجانك تجيب لك حد يساعدك ولا طال عمرك يانا من عقب يعني يانا بنقول من في أول الستينات السيارات يعني في أول الستينات، لكن الوجود الناس يعني ما يوجدوا يعني في أول الستينات يعني حد عنده حد ما عنده حد اللي يعني يشتغل وشغل زين ومحفظ وميود خذ سيارة واللي والله هن والسيارات اللي عندهم سيارات في أول الستينات وهن قبل يعني بالخمسينات يعني يا حيد سيارات القمارات كذي يسمونها 57 وكذي من قبلها ماشي. الأول السيارة مثل البعير، السيارة الأول مثل البعير منفعة تروح بك من الكم تطويك على عيالك وتسرحك تقبشك الصبح وتقطع يلا وصلتك الدوام وكذي الأول والوسائل. والأول البعير مثل يعني منفعة البعير الأول مثل السيارة يعني الأخير للشباب نوصيه لأنفسه أنا اللي من أصلح نفسه أصلح اللي وراه واللي قدامه. الشباب من اللي أصلح أنفسه صلح اللي وراه واللي قدامه والفرقة ما فيها خير والتشتت ما فيه خير والكذب ما فيه خير واللواتة ما فيها خير ولما قال يكون الواحد عنده أنوامه وبزينه يخلصون النية لله سبحانه وتعالى. ثم الوالي الأمور ووالية الأمور الحمد لله أمره طيب ولا يغفلون وعنده إحساس قوي. يوم يحسون في واحد فيه خلل ولا شيء ما نشدوه شلوه، ويوم يشوفون الرجال فيه كفاه وفيه خير وصلوه محلا ما توقعه زادوه فوق يعني قوة. واللي ما قال نوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ونوصيه بلاده وأنه يعني ما قال يدورون أنظاره وأفكاره وما عنده ويحتزمون ويلتزمون ويغادون رجال